هذا الجهاز يعتبر الأول في ولاية إليزي ونحن يعني في خدمة الوطن وفي خدمة صحة المواطن وفي استعداد كامل لصنع العديد من الأجهزة وتوزيعها على مختلف الجهات الإدارية. تبادلت لنا في أذهاننا هذه الفكرة باش نقولوا باش مثلا نصنعوا جهاز نعاونوا به. والحمد لله يا رب العالمين صنعنا هذا الجهاز وسلمناه للمؤسسة الاستشفائية تاع تاكي وانتي ميضي